جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 394 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 17 مديرية أمن. والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح ومخدرات وسرقة، وبحوزتهم 242 قطعة سلاح ناري و29 قطعة سلاح أبيض و4546 طلقة مختلفة الأعيرة وكميات من المواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 516 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 847 قطعة سلاح ناري، من بينها 109 بندقية و72 بندقية آلية و49 مسدساً و616 فرد محل الصنع و140 خزينة وكميات من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، إضافة ل 1194 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ثلاث ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 458,396 حكما قضائيا بإجمالي 40,658 متهما، من بينها 1,815 حكم جناية و167,210 حكم حبس و224,925 حكم غرامة و64,446 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط خمسة تشكيلات عصابية ضمت 12 متهماً قاموا بارتكاب 34 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 68 حادث ما بين قتل عمد وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 110 متهماً، كما تم إعادة ثماني سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1085 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1186 متهماً، وبحوزتهم أكثر من 180.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش وما يزيد على 127.5 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت قرابة 22 كيلوغرام، إضافة إلى حوالي 19.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 29,521 قرص مخدر.